تحياتي لكل اخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. معادنا النهارده ورد قاطع وجازم وناري على هزازي الرؤوس. عارفين مقوله اللي اختشوا ماتوا؟ هذه المقوله تنطبق على هزازي الرؤوس واحمد جمالات. خرجوا علينا في فاصل من الهد والهري وقله الادب، عايزين النادي الاهلي يهبط درجه تانية بسبب رمضان طموح، وبيصفوا النادي الاهلي باوصاف غير لائقه وسط صمت من كل المسؤولين، من الاعلام الرياضي ومن من الدوله ومن الهيئه العليا للاعلام ومن وزير الشباب والرياضه ومن كله. طلعوا قالوا ان النادي الاهلي المفروض يهبط درجه تانية، وقالوا كمان ان عبد الحفيظ بيعمل ارهاب للحكام، وقالوا ان اتحاد الكوره بيوجه الدوري للنادي الاهلي. طيب تعالوا نطلع ونسمع ونشوف هزاز الرؤوس قالوا ايه ونرجع نكمل الفيديو بتاعنا. بس اوعى تروح في اي مكان يا اهلاوي، واوعى تقول لي يا اهلاوي ما تردش عليهم، لا هنرد عليهم وهنديهم فوق دماغهم. بس ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصلك كل جديد بينزل على قناتنا قناه الاهلاويه على اليوتيوب. وما تنساش كمان تعمل لنا مشاركه للفيديو ده على اكونتك وعلى اي جروب اهلاوي انت مشترك فيه. تعال نطلع ونسمع ونشوف هزاز الرؤوس قالوا ايه ونرجع نكمل الفيديو بتاعنا. اوعى تروحوا في اي مكان، خليكم معانا. يلا بينا. نوع من العيب، من العيب اعتبره تصنفك من اسوء الدوريات. هو اليوفي لما ياخد الدوري الايطالي مثلا 7 مواسم ورا بعض ده عيب في ايطاليا، وايطاليا دوله عظمى في الكوره. ومش عيب لان اليوفي ينزل درجه ثانيه. هو اليوفي ما نزل درجه ثانيه. درجه ثانيه تقدر تنزل الاهلي درجه ثانيه مع اي تجاوز؟ لو في تجاوز. لا في كتير. مش برمضان الصبح لعب مع النادي الاهلي 3 مباريات وهو غير مسجل ينزل درجه ثانيه. بتتكلم فيها؟ هو غير مسجل. طبعا كان عقده انتهى. اتحاد الكوره عامل نفسه مش من هنا لحد ما خلص الموضوع. بس ما دام انا اتكلمت خلينا اضم صوت الاستاذ عبد الشافي واقول برضو يعني من بدا يلعب تاني في الدوري المصري، ودي برضو من المناسبات السعيده اللي ممكن نحتفل بيها سنويا. فريق بقى له انت قلت 50 يوم، انا بقول لك 17 شهر تقريبا، انا مش فاكر اخر ماتش الاهلي. يعني اخر ماتش لعبه الاهلي والزمالك الاهلي بس. وفي المشكله راجع امتى يلعب؟ امتى يا احمد؟ راجع في التوقيت اللي هبط هبط، واللي قعد قعد، واللي ضمن انه فوق فوق، واللي تحت تحت. يعني الغيره اللي كانت بتلعب بيها الفرق امام الزمالك والاسماعيلي مثلا مش موجوده. فانا بحذر اتحاد كره القدم، بقول ستوب واعمل حسابك بقى لارهاب سيد عبد الحفيظ على حكام كره القدم في الفتره اللي جايه. طب محمد علي اخطر مرحله اللي جايه، خلينا اكمل بس. سيد عبد الحفيظ بيمارس ارهاب على الحكام قبل المباريات. طبعا قبل المباريات وبعد المباريات. فانا بقول لهم اضبطوا الاداء لو سمحتوا الفتره يعني اللي جايه. يعني هو الراجل بيطلع بتصريحات، هو ممكن اتحاد الكره يعمل ايه؟ بيختار الحكام بتوعه يا اخي. انت قلت واحد من اثنين الحكام اللي هيجوا عايز من وجهه نظرك انه حكم كفء. لكن هم ما يتاثرش بضغط. مش بالضروره الكفء هو اللي بيجي، لكن بيجي اللي على الهوا، بيجي اللي يخلي الناس يبقوا متشكرين. بس محمد عادل حكم، لا حكم جيد كويس. على فكره في حكام كويسين جيدين. هو بسيوني بس اللي على الفار. حكم رائع. هو حكم الفار بقى اهم من الحكم اللي في الملعب ولا العكس؟ لا انا متهيألي حكم الفار اخطر، لانه هو حكم بسيوني الفار على الفار يقدر بعدم استدعاء الحكم في ضربه جزاء او في هدف يضيع الفريق اللي في الملعب. وهو قاعد في غرفه مكيفه متر في متر. ايوه مش مشكله، حاجه خطر. فانا بقول لك انه احنا بنلعب اهو بقى لنا تقريبا في غياب الاهلي 7 8 مباريات للزمالك يا عبد الشافي. حصلت ازمه، شفت مشكله، حد اعترض، الدنيا ماشيه زي الفل. خد بالك من الماتشات اللي جايه والكلام ده لاحمد مجاهد مش لحد تاني. الخطوره ان المباريات اللي جايه فاصله هترجع تاني، والدوري هيتوجه تاني. ان ما كانش فيه يبقى عداله وفي ناس تتقي الله في اللي جاي، يبقى مفيش داعي ليها ونبدا الموسم الجديد. سمعنا هزاز الرؤوس. اول حاجه عبد الشافي صادق احد هزاز الرؤوس. على فكره انا عايز اقول حاجه قلتها قبل كده وهقولها 100 مره، ان الساعتين الايجار اللي بيطلعوا فيهم هزاز الرؤوس دول على قناه الحدث مرتضى منصور اللي بيدفع ثمنهم، تمام؟ وانا قلت الكلام ده من بدري قوي، من قبل ما يطرد من القناه بحوالي 10 15 يوم، وانفردنا بالخبر ده على صفحتنا الأهلوية 1907، تمام؟ تمام. عبد الشافي صادق بيقول إن الفيفا صنف الدوري المصري إنه دوري فاسد. طيب أنا عايز أقول لك على حاجة بس، عشان أنتوا بتحوروا، يا إما عارفين المعلومة وبتستعبطوا، يا إما بتألفوا وبتحوروا على جماهيركم. الفيفا صنف وقال إن الأهلي قتل المنافسة في الدوري المصري، قتلها لأنه بيحصد البطولات وبيحصد الدوري المصري. مش معنى كده ان الدوري فاسد، قال لك قتل المتعه او قتل المنافسه.
مش ذنبي ان انا كويس وانت فاشل، مش ذنبي ان انا كويس وانت ما عندكش طموح، مش ذنبي ان انا كويس وبحصل البطوله يبقى انت على قدك. راح قال له اليوفي، احمد جمال قال له اليوفي مش اليوفي، قال له اليوفي المفروض يهبط درجه ثانيه. احمد جمال قال له اليوفي هبط درجه ثانيه لما صبحي صالح اتكلم. بس انا قبل ما اروح لليوفي ونقطه اليوفي والدرجه الثانيه هقول له بايرن ميونخ حاصد الدوري الالماني شوف كام سنه ورا بعض، شوف مستحوذ على الدوري الالماني كام سنه ورا بعض. هل الدوري الالماني فاسد او مش مظبوط؟ في فرق بين الفيفا من يعني الفيفا مطلع 10 صفحات تاخد منهم سطرين ان النادي الاهلي قتل الحصول على الدوري للانديه الاخرى. طب ما النادي الاهلي شاطر انه بيحصد الدوري برغم الفساد التحكيمي اللي موجه ضد النادي الاهلي ولصالح نادي الزمالك. هنيجي بقى الموضوع بقى ايه، ان النادي الاهلي المفروض يهبط بالدرجه تانية عشان اشرف رمضان صبحي. انا عايز اقول لك يا راجل عيب عليك، ده انت صحفي، عيب ان انت تكذب. بمجرد ما النادي الاهلي انتهى عقد رمضان صبحي كان عايز يشركه في مباراه، راح خاطب المسؤولين في النادي الانجليزي اللي كان رمضان صبحي معار ليه، والنادي قال لك انتوا انا موافق ان اللاعب يجي لكم بمبلغ مالي، وكان تم ايقاف مشاركه رمضان صبحي علشان النادي الاهلي ما يوقعش عليه عقوبات من الفيفا مش من اتحاد الكره المصري يا باشمهندس، لان الاتحاد الكره منفذ لقرارات الفيفا ولكن هو ما بيصدرش قرارات، بس عشان انت جاهل باللوائح والقوانين فبتقول اي هري وهب وجماهير الزمالك بتطير وراك. الاتحاد المصري جهه منفذه للقانون الصادر من الفيفا وليست هي جهه قانون بتصدر عقوبات على فريق اشرك لاعب وعقده منتهي، بيبقى فيه مخاطبه من الفيفا اخصم لي هنا 6 نقط علشان اشركه لاعب مش مخير عنده، اخصم لي منه كذا اخصم لي منه كذا. ده زي الشرطه والقضاء، القضاء بيصدر الحكم على شخص، الشرطه او جهه تنفيذ الاحكام هي اللي بتنفذ القانون، مالهاش دعوه ده بقى عمل ايه وما سواش ايه ولا. فهمت يا مرتزق اهزاز الروس؟ بس ان جيت للحق يا اخ صبحي، اللي ليه حق في انه يطالب ان نادي يهبط هو نادي الزمالك. نادي الزمالك اللي المفروض يهبط في موسم 95 96 تم اقاله الدهشوري حرب بعد انسحاب نادي الزمالك امام نادي الاهلي بعد ما كان نادي الزمالك مغلوب 2-0 انسحب، فبقى في اللائحه بيقول لك هبوط الفريق المنسحب للدرجه الادنى للدرجه الثانيه. فراحوا عملوا ايه؟ حلوا اتحاد الكوره. ليه يا فندم؟ عشان الزمالك ما يهبطش. عرفت يا اخي صبحي مين المفروض يهبط؟ الاهلي ولا الزمالك؟ ها؟ موسم 95 96 لما انسحبتوا قدام النادي الاهلي لما اتغلبتوا 2-0 وانسحبتوا من المباراه؟ قال لك لا احنا هننزل نادي الزمالك، ده معقول؟ قيل يا عم الدهشوري حرب من غير سبب. من غير سبب الراجل المحترم اقلوه علشان الزمالك ما يهبطش، مش النادي الاهلي اللي اتعاقب عشان رمضان صبحي. لا يا حبيبي، رمضان صبحي لو كان اشترك ما كانش فيه حد فيكم لسانه دخل جوه بقه، بالعكس ده انتوا كنتوا قرفتونا في عشتنا، ده انتوا كنتوا رحتوا عملتوا خطيبتوا الفيفا زي الخطاب المضروب اللي بعتوه للاعلام التونسي ان النادي الاهلي دفع فلوس من شركه فودافون لمهدي عبيد. صح يا كابتن صبحي انت وعبد الشافي. نيجي بقى للنقطه الثانيه، بيقول لك ان عبد الحق رجعنا للدوري المصري، النادي الاهلي اللي 55 يوم قاعد ما انتخ. النادي الاهلي بطل افريقيا يا حبيبي، مش فضيلك، مش هرد على هفاءتك ولا هيافتك، لا، النادي الاهلي بيرد في الملعب ببطوله، بيروح كاس عالم بياخد برونزيه وان شاء الله نلعب على المركز النهائي باذن الله، ونطلع برضه نقول لكم ازيكم عاملة ايه؟ هي عاملة ايه دلوقتي؟ هنقول لكم كده. بتقول عبد الحفيظ بيهرب الحكام والدوري موجه ونادي الزمالك لعب مش عارف ايه وما حصلش حاجة. يا عم انتوا مش عايزين تلعبوا ماتش اسوان وبتعترضوا. تقول لك في مشكلة؟ ده انتوا عشتكم مشاكل. هو انتوا بتعملوا حاجة غير المشاكل؟ هو انتوا بتعملوا حاجة غير ان انتوا تطلعوا تقولوا الاهلي 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 اشمعنى اشمعنى انتوا نادي اشمعنى الحقيقي؟
انتوا نادي اشمعنى الحقيقي؟ مش نادي بطولات ولا نادي انجازات ولا نادي نادي لوك 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 لوك. عبد الحفيظ بيرهب الحكام، حكام ايه اللي بيرهبها عبد الحفيظ؟ عبد الحفيظ راجل واخد كاس افريقيا، انتوا واخدين ايه؟ امير حبيب بابا نونس عين بابا خد ايه مع الزمالك؟ خد الدوري السعودي المصري، الكاس الودية اللي ملهاش لازمه، اللي النادي الاهلي ما رضيش يلعبها عشان خاطر تركي الشيخ، ورحتوا انتوا لعبتوها وقال لك يلا فوزوهم. اكراميه مرتضى علشان مرتضى ابن حلال وانقذني من ورطه، فلازم انتم الكاس مبروك عليه، واطلع ولف بالكاس بتاع المبروم ده، كاس مصر سعودي او هندي. انا العب مع ريال مدريد واكتب كاس المصري الاسباني، او العب مع ميلان ولا بايرن ميونخ واقول الكاس المصري الالماني، العب مع برشلونه واقول الكاس المصري الاسباني، اي هبل يا عم في الحماده، حد بيقول ولا بعيد. صباح الطماطم، كاس سوبر ايه وسعودي ايه ومصري ايه وكلام فاضي ايه؟ اهلك لايه يعني؟ اداك ايه يعني؟ ايه اللي خدته يعني؟ ايه البطوله اللي انت اخدتها؟ ما ماتش ودي، ماتش احنا رحنا للسعوديه تعالوا لعبونا يلا بينا، زي ما المنتخبات بتلعب مع بعض ماتشات وديه في الاجنده الدوليه، فانت وقت توقف الدوري. يا صبحي يا عبشافي يا احمد يا جمالات، شيلوا النادي الاهلي من دماغكم، والله العظيم مصلحه ليكم. طول ما انت بتلهي الزملكاوي الغلبان اللي مغفل العبيط، عمركم ما هتتقدموا خطوه واحده. طول ما انت ما بتتكلمش غير على النادي الاهلي النادي الاهلي النادي الاهلي، وتصنع من لعبتك يعني اسطوره وهميه، اسطوره ورقيه تطلع بيهم السماء وتنفخ فيهم، وفي الاخر يدوك بالجزمه ما رضوش يجددوا لك ويمشوا، عمرك ما هتفلح. شيل النادي الاهلي من دماغك. نادي الاهلي منظومه، ما تقعش في غلط ليه؟ سيستم كامل، واحد زائد واحد يساوي اتنين، مش ممشينا بالحب. طلع واحد من اللجنه المؤقته الاولانيه خالص قال لك مرتضى كان ممشيها بالحب، كان ممشيها على النوتة، يجي بتاع الضرايب لا فوت على نساجه السنه الجايه، بتاع الميه فوت على نساجه، بتاع الكهرباء فوت على نساجه، لغايه ما الديون اتراكمت ومرتضى قال لهم باي باي ونط من المركب والمركب غرقت. قال لهم شفتوا انا بقى كنت مدوره وعامل ومسوي. مرتضى عمل كده. مرتضى اللي بيدفع لكم فلوس الستين الساعتين ايجار دول، بس لما مرتضى مثلا ربنا يفتكره هتطلعوا تقابلوا الجماهير باي وش؟ طب هتفضلوا في نفس الاسلوب ده؟ طب مين هيدفع لكم تمن الساعتين ايجار اللي انتوا بتطلعوها؟ اصل انتوا ارزاق يعني، بتطلع تسترزق من الكلمتين اللي بتقولهم. ده احنا مره نزلنا فيديو مرتضى منصور كان ايه؟ بيلعب باسكت، يمسك البال يعمل دريبل ورق جايبها في الباسكت، تمام؟ تحت الباسكت على طول بينه وما بينها 2 متر. فايه؟ ورينا لكم قبل كده ايه؟ يعني هو شوت مثلا 60 شوطه او 20 شوطه. ياخدوا منهم الشوتات اللي جم، يعني كت 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 كت، يعني مثلا طلع 10 بره لا ما يصوروش ال 10 دول. يضرب اللي جت صور، اللي جت صور مثلا الشريط 10 دقايق. اللي جم يروح يقصر. راح سالين صبح عبد السلام قال لا ده مستشار جاب البيانات كلها. بتكذب لصالح مين؟ يا عم لو بتكذب عشان خاطر بني ادم خاف من ربنا. هتستفاد ايه؟ هتستفاد ايه لما تهز دماغك كده؟ هو مرتضى كان بيهزقكم وبيهزق الناس كلها وانتوا مفيش واحد فيكم بيقدر يفتح بقه. جاي دلوقتي برضه تقل ادبك وبفلوس مرتضى؟ يا حبيبي انت بتاكل حرام وبتاكل عيالك حرام، والمشاهدين اللي بيشوفوك دول المفروض يقولوا لك كفايه بقى، بطل تتكلم عن النادي الاهلي، اتكلم عن ناديك فقط عشان تتقدم خطوه. لما طول ما انت الاهلي اللي بان بقك عمرك ما هتكسب. انتهى الفيديو بتاعنا، ما تنسوش تدعمونا بلايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتختاروا كل الاشعارات عشان يوصل لكم كل جديد بينزل على قناتنا قناه الاهلاويه على اليوتيوب. بشكركم مره 2 و3 و10. كان معاكم اخوكم هاني الشرقاوي، وسلام عليكم، مع السلامه.